مرحبا البنات، نرحب بكم. يمكن اول مره تشوفوا لي فيديو متاعي. الفيديو متاع اليوم باش نقدم لكم فيه نصائح لحصول على شعر صحي. الشعر الصحي قبل ما ننشغلوا في وصفات لتطويل الشعر ولا نلوجوا على صبغه خارجه توندونس ولا سيشوار ولا نعملوا اي حاجه، لازم انه يكون الشعر صحي. لذا اليوم باش نقدم لكم نصائح للحصول على شعر صحي خالي من المشاكل. اول حاجه واللي هي الاهم هو الاختيار السليم للشامبوان الملائم لنوعيه الشعر متاعكم. يعني لو كان شعركم جاف ولا دهني والا عادي، كل نوعيه شعر يتماشى معاه شامبوان معين. لذا لازم انكم تختاروا الشامبوان اللي يلائم نوعيه شعركم، الشامبوان العادي ليه شامبوان خاص به، الشامبوان الجاف ليه شامبوان خاص به، والشامبوان الدهني ليه شامبوان خاص به. ومن بعد ندخلوا في الدهني المتقصف ولا الجاف الخفيف والا اللي شعر ما يطويلش. اما اهم حاجه هو الشامبوان اللي يلائم نوعيه شعركم. ثاني حاجة لازم انه نغسلوا الشامبوان على الاقل مرتين في الاسبوع. اي مرتين في الاسبوع، على خاطر برشا ناس يقولوا انه الشعر كي تغسل برشا من الشامبوان الكاليتي متاعو تنقص، يبدا شعر مجعد وخفيف. لا، هذه غلط الكل. الشعر كما البشرة لازم ديما يتغسل ويترتب بعد الغسلين متاعو. اذا الشعر العادي او الجاف مرتين في الاسبوع، والشعر الدهني حتى اكثر من مرتين في الاسبوع. الغسلين مهم جدا للشعر. بعد ما نغسلوا الشعر بالشامبوان لازم انه نستعملوا ابري شامبوان والا كونديسيونر او مرطب للشعر، ومن المستحسن انه يكون من نفس المارك متاع الشامبوان. كما تشوفوا انا لهنا نستعمل في بلانتور 21 ومعاه الكونديسيونر متاعو. اذا لو كان نستعملوا شامبوان نوعية اخرى، الابري شامبوان يكون من نفس المارك. هذه مهم جدا. لو كانكم من عشاق السشوار او البلاك وما تنجموش تستغنوا على السشوار، مع انه هو اكثر حاجه معناتها تفسد الشعر، وما نجمش نقول ترم اخر، معناتها الكاليتي نتاع الشعر تخيب برشا من السشوار ومن البلاك. هو يعني اول حاجه اللي هي تقصف الشعر. مالوغوزمون ساعات نتلزو باش نستعملوه، اما اهم حاجة انه نستعمله واقي للحرارة من استعمال السشوار. اذا انا اليوم نستعمل فيه الشوار سكوب، هذا يعطي لمعة ويعني يحمي الشعرة الى 220 درجة. ومعناتها انتم تختاروا المارك اللي تناسب نوعية شعركم، وننصحكم بهذايا مزيان برشا. ثالث حاجة واللي مهمة زادة هي اختيار البروس او الفرشة المناسبة لنوعية الشعر. الشعر كي يبدأ مبلول من المستحسن انه نستعمله مشط يكون الفتحة متاعه واسعة باش الشعر ما يعملش معناتها عقد والا ما يدخلش بعضه. نستعمله مشط يكون الفتحة متاعه واسعة، والتسريح الشعر نستعمله من المستحسن بروس تكون من خشب او مشط من خشب، هو الليديال للشعر. لو كان استعملتوا المجفف او السشوار تستعملوا البروس بتاع السشوار مش البروس العادية. من الحاجات اللي تحافظ على صحة الشعر هو القص على الاقل 2 سنتيمتر من الشعر. قص الاطراف كل على الاقل كل 3 شهور، انه نقصوا الاطراف باش يطويل الشعر ويكون صحي ويكون ناعم في الملمس. ضروري انه ماسك طبيعي للشعر، ماسك اسبوعي مره في الاسبوع على شعر يكون اهم حاجه نظيف. ما تحطوش الماسك على شعر مسخ، خاطر ماهوش باش يعطي حتى نتيجه. لازم يكون شعر نظيف. نستعملوا ماسك، مش لازم نشرو ماسك حاضر وماسك غالي، ماهوش باش يعطي نتيجه افضل من الزيوت. الزيوت اللي مهم انه نستعملوها هو زيت الزيتون وزيت جوز الهند. هذوما اهم زيوت للشعر واللي تغذي
تغذية معناتها كبيرة للشعر، زيت الزيتونة وزيت جوز الهند، يعطي نعومة ولمعان ويطول ويغذي الشعر، ويعني يعالج كل مشاكل الشعر. احيانا معايا النصائح اللي عطيتها اليوم الكل يبقى شعر ماهوش صحي، ويتسائلوا برشا عباد علاش الشعر متاعنا ما يتحسنش وماهوش صحي وديما متقصف وديما تعب. احيانا يكون نقص في الحديد، وهذايا معناتها مشكله صحيه لازم انكم تستشيروا الطبيب متاعكم. ولكن النصيحه اللي نجم نقدمها او نجم نفيدكم بها هي الحبوب اللي تتباع حاضره، هي حبوب تكون فيها خاصة الزنك. الزنك ياسر يحسن من الجودة متاع الشعر متاعكم، وخاصة تنجموا تتناولوا حبوب فيها الزنك أو أكل فيها الزنك كما العدس كما المعدنوس كما برشا معناتها ماكلة فيها الكالسيوم وفيها الحديد وتحسن الكاليتي متاع الشعر. الأوميغا 3 اللي هي موجودة في الحوت أو السمك كما يسموه في بعض البلدان العربية، والفيتامين E، هذوما ثلاثة حاجات مهمة جدا ومكملات غذائية مهمة جدا للحصول على شعر صحي. فوالا ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم. الحصول على شعر صحي لازم معناتها باش نلخص الفيديو، لازم يكون شعر نظيف، لازم يكون نستعملوا شامبوان معناتها ملائم لنوعية الشعر متاعكم. المشط لازم يكون من خشب، نستعملوا ماسك على الأقل مرة في الأسبوع، ولو كان عندنا مشاكل في الحديد مشاكل صحية ناكلوا معناتها حاجات مكملات غذائية اللي تساعدنا على الحصول على شعر صحي. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تخليوا لي اقتراحاتكم في صندوق التعليقات، ويا رب تكونوا بألف خير. بسلامة.